المرأة المغربية المفروض يعني سمعان كنقول عندها وما عندهاش تهتم بجمالها لا من المطبخ ولا من يعني نهار كامل كتقدر تهتم، وخاصة أنه بلادنا زاخرة بكل المنتجات الطبيعية والجميلة يعني اللي يقدر الإنسان يستغلها في جماله. اهتمامي راجع طبيعة الحال أنه إحنا غادين وكنكبروا ماشي غنتموا غادين وكنصغاروا، فبالطبيعي أنني نوظف كل الأشياء وخاصة ديالنا ديال الصحراء يعني كنستعملها بزاف للوجهي ولا لشعري ولا لا انا دائما كندير الاغنيه العصريه الحسانيه، وفقا بالعكس انا مشيت للراب ومشيت لهذا، وقريبا غتشوفوني مع دي جي حميده في ديو ان شاء الله. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحه وتريد ان تروج لها؟ هل لديك مؤسسه، محل، بضاعه، خدمات، وكاله سياحيه او علامه تجاريه وتريد ان تروج لها؟ إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.